مشاهدينا الكرام مستمعينا الافاضل، شكرا لزملائي على التواصل، وها هي انطلاقه جديده من انطلاقات التحدي، من انطلاقات الاثاره، خامس اشواطنا تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيق. شوطنا الخامس الخاص هنا ايضا بالحجايق البكار ضمن الأشواط المفتوحة في هذه الانطلاقات الجميلة والتحديات والإثارة. نتابع معكم هذه المسيرة، نسير في المراكز الأولى، وهنا وطن لسيف بن عبد الله بن مبارك الظاهري على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، تنطلق بصدارة هذا الشوط، بينما المركز الثاني المركز الثاني والمنطلقة هناك مياسة لسيد حسين بن علي بن حبيب بن علي الهاشمي المنطلقة، ومن الجانب الآخر هناك الوصول من شعار سعيد برغاش بن طمازة العامري على ظهر مياسة بهذا الانطلاق المميز الجميل، الوصول هنا أيضا في هذه اللحظات من قبل شهرة لسعيد بن محمد بن حمد بن هلال الكيبالي المنطلقة بتحديات جميلة. مياسة هناك لحسين بن علي بن حبيب بن علي الهاشمي، وهناك تدخل قوي في هذه اللحظات من أريام لحمود بن سعيد بن مبارك لوهيبي المنطلقة على المركز الخامس. هناك أرى اسم آخر ينطلق في هذه اللحظات، شعار المدهوشي قادم أيضا بكل قوة في هذه اللحظات. هناك مغذية لسيد سالم بن عامر بن راشد المدهوشي في هذه اللحظات، أو مغذية بهذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي، أو مغزى بهذا الانطلاق. هناك الوصول من الشاهنية حمد بن محمد بن مسلم المنهولي، وهنا أيضا التحديات من قبل سلطة طارش بن سعيد بن طارش بن بخيت المسافري، وأرى هنا الشاهنية محمد بن سليمان بن ناصر الرشيدي القادمة ثامنة. وفي المركز التاسع هناك أرى اسم جديد، عوايد محمد بن علي بن سالم المسافري القادمة بكل قوة، وبدت التحديات والإثارة. شاهدينا ومتابعينا الكروم، وهناك غارة عامر بن خلفان بن راشد الكتبي، ولكن نعود إلى الصدارة، نعود إلى المقدمة، نعود إلى مياسة لحسين بن علي بن حبيب بن علي الهشامي المنطلقة على الصدارة، المنطلقة على المقدمة على المركز الأول. المركز الثاني الشهيرية حمد بن محمد بن مسلم المنهالي على ثاني المراكز، وفي المركز الثالث مياس المنطلقة لسعيد بن طبازة بن دودة العامري في هذا الانطلاق في هذه الثلاثية. الوصول هنا من غارة عامر بن قلفان بن راشد الكتبي، وأرى تسلل آخر هنا من جلمودة محمد بن سليمي بن محمد لوهيبي قادمة. يا سلام، بدأت التحديات، بدأت الإثارة هنا بهذا الانطلاق الجميل والتغيير. غارت على الصدارة هنا وجلمودة جلمودة وغارة يسلم تحديات، وهناك أيضا مياسة ثلاثية، ولكن غارة من غارت على الصدارة، غارت على المقدمة على المركز الأول، غارة لعامر بن خلفان بن راشد الكتبي من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول، انطلقت بصدارة هذا الشوط. سلوم الله الله الله، غارة إذا من أعلنت الفوز، أعلنت الناموس. المركز الثاني والوصول هنا روعة في هذه الانطلاقة الجميلة من رموز نقاش بن محمد العامري، ولكن غارة هي صاحبة الفوز، صاحبة الناموس. سلام يا الهباب، سلام على فوز غارة عامر بن خلفان بن راشد الكتبي، تهانينا والناموس على هذا الفوز المميز الجميل. المركز الثاني وصلت رموز، هنا ايضا من دقاش بن محمد العامري والعبور لسيف بن طويرش بن اسماعيل الكتبي،
والمركز الرابع مجاس الحسين بن علي بن حبيب بن علي الهشامي، والمركز الخامس قلمودة لمحمد بن سليمي بن محمد لوهيبي. هذه هي النتيجة للمراكز الخمسة الأولى، ولكن غارة من غارت على الصدارة، غارت على الفوز وعلى الناموس. ودت السلام لأهالي الهباب في هذا الصباح المميز الجميل بهذه التحديات المتميزة بهذا التوقيت المميز أيضا، ولحظة وصولها إلى خط النهاية بأفضل توقيت زمني 4:35 وفاء وتماما وكمالا، أفضل توقيت حتى هذه اللحظة هنا مع غارة هذا الانطلاق المميز الجميل. المركز الثاني كان من نصيب رموز نقاش بن محمد العامري، منادتنا ثانيا ب4 هنا 38 ثانية وجزء واحد من الثانية، تهانينا وناموس على هذا الأداء المميز الجميل. بينما المركز الثالث كانت الانطلاقات من العبور من فاجأتنا في الأمتار الأخيرة لسيف بن طويرش بن اسماعيل الكبي قاطع المسافة ب4:39 7 من الأجزاء من الثانية، تهانينا للجميع.